السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أتكلم دلوقتي عن شركة أبل. شركة أبل قبل ما بتنزل أي تليفون بقالها من 2014، قبل ما بتنزل أي تليفون بتنزل إصدار جديد للأي أو إس جديد، يعني دلوقتي منزلة أي أو إس 15.5. التعديل ده بمجرد ما بتنزله على طول على البرنامج بتلاقي إن الجهاز ابتدى يهنج وابتدى يتقل شوية ويحصل فيه شوية مشاكل. ده بيبقى ليه؟ هم عاملينه بلا عند علشان تشتري الايفون 14 اللي نازل جديد بعد كام شهر، اللي هو في شهر 8 ده. فخلاص، فبحب انبهك ان شركة ابل بتعمل ده وترفع عليها كذا قضية، لسه دافعة 110 مليون دولار تمام لشركة تاني برضه رفعت تعويض بسبب الاجهزة. فالموضوع مش سر يعني، لا ده هي طلعت واعترفت بنفسها وقالت ان السوفت وير ده اللي بيحدث بيتقل الجهاز شويه تمام، بس مش ده قصده، انما لا هم قصدهم اللي عشان تشتري الجديد تمام. وشكرا ليكم.